ما توقعت انه ترحل عننا وتروح. شو بدي لك، انهرت لانه صديقة امر. شيء مؤلم والله، ودودة حنونة لطيفة حبكي يا رجل. فعلا كانت صاعقة، يعني قبل بيومين كنت عندي أنا وهي تعبانة، بس ما توقعت إنه ترحل عننا وتروح، لأنه نحن كنا كلياتنا كل الوسط الفني متعلق فيها كأم كأخت. الله يرحمها. لما طلع خبر وفاتها أنا أول وهلة ما صدقت، قلت لهم سناء ما فيها شيء، وهي دعاية مثل الدعايات اللي بيطلعوها على الفيسبوك. لما طلع بعدين البيان من نقابة الفنانين، شو بدي لك، انهرت لأنه صديقة أمر، هي وسليم الله يطول بعمره، وإنسانة مليئة بالحنية، مليئة بالعطف، مليئة بالحب، فنانة بكل معنى الكلمة، مدرسة بالفن، مدرسة بالأخلاق، مدرسة بالجمال، ما بدي أوصف لك إياها. أنت عم تفقد قامة، عم تفقد إنسانة، عم تفقد قيمة، عم تفقد عضاضة انشالت، التلفزيون العربي السوري انشال على كتافهم، الدراما السورية انشالت على كتافهم، المسرح القومي انشال على كتافهم، كل شيء في بناء جيد أنيق عالمي انشال على كتافهم. يعني أنا أول مسرحية بحضر لها هي مسرحية الأشجار تموت واقفة، وحقيقة هي ماتت واقفة رحمة الله عليها، وفائدتنا غالية. اللي ما شاف سناء دبسي على المسرح ما شاف مسرح سوري أبدا. بتذكر وقت شفتها بالأشجار تموت واقفا وكيف الناس هبت لتسفق له، وفي ناس كانت بودها تحضنها على الإبداع وعلى هذا التألق. تذكرت هاي المسرحية وتذكرتها، يعني في شيء حزب نفسي إنه فقدت هيك إنسانة عظيمة. قلت لها وبقول لها هلا، بحبك يا مسائر، بحبك محبة الأخ لأخته، محبة الإنسان لإنسانه راقية ومحبة. أنت أكبر من الكلمات بكثير. شيء مؤلم والله، ودودة حنونة لطيفة، ويعني ومن أجمل ما يمكن حبكي يا رجل. آخر مرة شفتها فيها كانت بشارع بغداد تقريبا، كنت قريب من بيتها، فقالت لي امتى رح تزورني؟ قلت لها ان شاء الله قريبا، قالت لي بعد ما اموت، ما هيك؟ رحمه الله عليها. هي كثير اثرت فيني هالكلمه هي. راحت حياته، راح الامل. الله يكون بعون الاستاذ سليم، كان في حب كثير كبير بينه وبينها. يعني تصور أنه لو قال أنا بقدر أعطيها عيني لأعطيها عيني، بس ما بيقدر.